كلكم اليوم يا آباء وإخوتي من أجل آبائنا المكرمين الذين أخذوا درجة الكهنوت والموهبة الصالحة التي يعطيها الرب لمن يشاء ويفيد روح قدسه على من يعمل صلاحه. فقد اختارهم الرب على لسان بولس الرسول لسان العطر ومعلم المسكونة، إذ قال في رسالة رمية: ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى بل الله الذي يرحم. وحقق ذلك يعقوب الرسول قائلا أن كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي نازلة من فوق من عند أب الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. وكما قال الإنجيل المقدس مبرهنا ومعلما أنه لا يقدر إنسان أن يأخذ شيئا إن لم يكن قد أعطي من السماء. نقدسه تقديسا يليق بجلاله ونشكره شكرا على ما وهب لنا من جديد بركاته، ونسأله أن يعطينا فهما لكي نفتح أفواهنا اليوم وننطق ونتهلل ونفرح بكرامة أبائنا الأطهار القصوص بما نالوه من المنزلة الرفيعة الكهنوتية التي هي درجة القسيسية، كما قال يوحنا الإنجيل البتول في سفر الرؤيا: إنني رأيت كرسيا عظيما في وسط السماء و24 كرسيا حول العرش، وجالس عليها 24 قسيسا على رؤوسهم أكاليم وبأيديهم مجامر من ذهب مملوءة بخورا مختارا، وهم يصرخون الليل والنهار قائلين: قدوس 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 رب الصباؤوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك المقدس. وقال: رأيت حملا في وسط الكراسي وبيده كتاب مختوم، وإذ فتح الأختام يضع القصوص تجاتهم ويخرون بوجوههم ويسجدون للحمل ويسألونه في خلاص العالم. داود النبي يقول في المزمور عن حمل الله الكلمة: أنت هو الكاهن إلى الأبد على تقسيم الصادق. قد استحققتم كرامة عظيمة يا آباء المكرمين القصوص كهنة الله العلي من أجل طهارتكم وسيرتكم الحسنة أمام الله. اطلبوا دائما عن قطيعه أمام هيكله المقدس. طوباكم أيها الكهنة الأطهار، فقد تشرفتم جدا بهذه الدرجة الحسنة من السيد المسيح له المجد مثل رسله الأطهار. بالحقيقة عظيمة هي هذه الموهبة التي أنعم بها عليكم السيد المسيح من وضع اليد الكهنوتية ونفخة الروح القدس. ولما وضعت عليكم اليد صرخ السمائيون والأرضيون قائلين: Yeah.
حل عليكم الروح القدس الباركليت واستحققتم أن تحملوا بين أيديكم الأسرار المقدسة الرهيبة التي لعمناد غير إلهنا. صباكم أيها الأباء المكرمين، إذ نلتم هذه النعمة الجليلة التي هي درجة القسيسية المرسومين بها وكلاء لله العلي، ونحن نسأل الله أن يجعلكم مستحقين ومستوجبين لميراث فردوس النعيم، ويسمعكم الصوت الفرح الحنون القائل من الفم الإلهي: أدخل إلى فرح سيدك. نسأل ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أن يحفظ كهنوتكم بالبر والعدل والطهارة. آمين. حياة وقيام أبينا الطباوي الآب المكرم البابا البطريرك الأنبا شنودة الثالث. أمين. الرسولية أبينا الطباوي المكرم الأنبا متاؤس. أمين. حياتهما سنين عديدة وأزمنة سلامية، ويوصلنا إلى الملكوت السمائي بشفاعة الست السيدة مرت مريم البتول الطاهرة الذكية أم النور، والشهيد العظيم ماري ماركوس الإنجيل الرسول كروز الديار المصرية، أبينا القديس الأنبا يحنس كاما، وسائر الأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواع والمجاهدين بقولنا جميعا. بخريستوس بنوتي أيها المسيح لنا ملك السلام، أعطينا سلامك، قر لنا سلامك، لأن لك ملك وقوم مجد الأبد الأمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات.